ضيفنا العزيز من تونس، تونس الثورة، تونس الخضراء، تونس اللي بتقولنا انه ايه لسه في امل. دكتور محمد العفاس هو نائب في البرلمان عن ائتلاف الكرامة. دكتور محمد اهلا وسهلا فيك، جمعة مباركة. وسهلا مرحبا وشكرا على اتاحة الفرصة. هذا الاسبوع قدمتم مشروع للبرلمان وعندكم مقترح لتجريم التطبيع، طبعا تزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد او اغتيال اسرائيل محمد الزواوي. سنسأل عن هذه القضية، ولكن في البداية اذا ممكن تضعنا حضرتك في صورة المقترح، خلفياته واهدافه. شكرا. بالنسبة للمقترح ائتلاف الكرامة، كان تقدم بلائحة لمجلس نواب الشعب لعرضها على المصادقة، وتتضمن محورين اساسيين اللي هي إدانة محاولات التحريض على العنف ومحاولات الانقلاب على المسار الثوري في تونس، ومعها يعني قرينتها اللي هي إدانة تجريم بعض إدانة الأنظمة العربية التي طبعت مع الاحتلال الصهيوني، وتكون خطوة لقطع الطريق على كل الدعوات التي قد تصدر من هنا أو هناك من بعض الانقلابيين نحو هذا المسار المهين اللي قامت به الأنظمة العربية على غرار للأسف ما حصل للمغرب الشقيق. وفيها تضمين واضح على أنه هذه الأنظمة لا تمثل الأغلبية الساحقة من شعوبها التي تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية عقيدة وهي القضية الأم التي يجتمع حولها كل الفرقاء العرب والمسلمين. جيد. دكتور محمد، الربط لافت حتى فينا نقول عنه عبقري لأي حد، نفهم أنه المطبعون هم من يدعو إلى العنف، والمطبعون الثورات المضادة هي اللي تطبع مع إسرائيل لإعادة إنتاج أنظمة الفساد والاستبداد، ومن هنا وجودهم أو حركتهم في تونس للانقلاب على 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 مكتسبات الثورة، وفي ناس تلقت لخطوة لاحقة لتبرير التطبيع مع إسرائيل. كيف الربط هذا إلى أي حد ممكن شرحه للناس تبسيطه؟ يعني هو هذا في ائتلاف الكرامة. لو ترى أنه الثورات العربية ما كان من شرف الهتافات التي هتفت بها الشعوب، وهذا حصل لنا في تونس بعد إسقاط بن علي مباشرة، أول شعار رفع الشعب يريد تحرير فلسطين، على غرار الشعب يريد إسقاط النظام وعلى غرار خبز وماء وبن علي. لا، يعني كان أول صوت حر نطقت به الشعوب العربية سواء في تونس أو مصر أو ليبيا. تونس اليوم وأمام المشاهدين الكل تعيش بعض الاختراقات ودعوات الانقلاب على المسار هذا، والتي لن توفق بإذن الله تعالى والمعول على المولى عز وجل ثم على وعي الشعب التونسي والنخب السياسية. ولكن ما يحصل في المغرب هو نموذج على القطيعة ما بين الأنظمة وبين الشعوب، وشفنا حتى قمع المسيرات التي تنادي بتجريم هذا التطبيع والإعلام الرسمي المغربي ما يغطيهاش. نحن في تونس الأصوات التي تنادي بالانقلاب للأسف هي الأصوات التي لطالما تشدقت بشعارات الحرية والديمقراطية، وإحنا كنا في ائتلاف الكرامة قمنا بهذه الخطوة الاستباقية لأننا نعلم يقيناً أن الانقلابيين يحملون في جيناتهم ميل للتطبيع مع الكيان الصهيوني. بل أكثر من هكذا، أفيد السيد الكريم أنه في تونس هنالك بعض الأطراف السياسية التي تتهم وعنا حتى قرائن على أنها دخلت في تكوين لوبيات مع بعض الصهاينة. نعم. جيد. دكتور محمد، أنا سأسألك عن أهمية العامل الديمقراطي في مواجهة التطبيع كما نرى في تونس، كما نرى في الكويت، كما نرى حتى نسبيا في السودان، ومن هنا أهمية الانقلاب على المسار الديمقراطي من أجل التطبيع. إذا سمحت ابقى معنا، نعود الآن لضيفنا في الاستوديو محمود زغموط، الناشط الكاتب والمحلل السياسي والناشط السياسي أيضا. إلى أي حد العامل الديمقراطي مهم لمواجهة التطبيع؟ لكن قبل ذلك رأيك في المقترح التونسي، الخطوة التونسية، مقترح في البرلمان يقدم نواب ممثل منتخبين شرعيا لتجريم التطبيع بشكل قانوني ورسمي في البلاد. بالطبع هذا يؤكد التزام الشعوب العربية وموقفها المبدئي من قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه التي تم احتلالها عام 48، ويؤكد على أن هذا الكيان الغاصب مهما استغل من ظروف وضعف في المنطقة وتهتك وانهيار في دول وأنظمة الآن ليتمدد، وبالتالي الشعوب العربية حية وهي ترفض وجود هذا الكيان وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. بالانتقال للجانب الآخر، قضية الديمقراطية قضية لا تناسب إسرائيل بالمطلق. نحن نرى الآن دول الثورات المضادة هي التي تقود عملية التطبيع، ويعني تحاول الإمارات الآن وهي عاصمة الثورة المضادة في المنطقة
هي عن رابط التطبيع في الإقليم وفي المنطقة، هي التي يعني ضغطت على السودان وحاولت تقدم له يعني المغريات لي حتى يمشي في إطار تطبيعه، يعني شريكة ووسيط في التطبيع، شريك مع البحرين المغربي. مع البحرين ومع المغرب، وبالتالي هناك تعارض مطلق بين قيام نظم ديمقراطية تمثل إرادة الشعوب التي يمثلها كما تفضل الضيف الكريم البرلمان التونسي الآن المنتخب والشرعي والديمقراطي. الديمقراطية تتناقض مع مصلحة الاحتلال، الشعوب العربية ترفض وجود هذا الكيان، وبالتالي وصول الشعوب العربية إلى أنظمة تمثل مواقفها الحقيقية يتناقض ويتنافى مع مصلحة الاحتلال. جيد دكتور محمد، هذا السؤال يعني أنا أريد أن نستفيد فيه أكثر، أهمية العامل الديمقراطي لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة التطبيع. يعني خلال عقود تم قهر الشعوب، استبداد الشعوب، مصادرة، تأميم كل حقوقها بحجة الدفاع عن فلسطين. الآن يتضح أنه المستبدين هم اللي بيطبعوا، وأنه العامل الديمقراطي توسيع مجال الحريات هو مهم جدا لمواجهة التطبيع ومواجهة التفريط أو التخلي عن القضية الفلسطينية. يعني حابب أسمع رأيك في هذه المعطيات مترابطة. هذا ما فيش حتى شك، هذا محل اتفاق كل الأنظمة الاستبدادية. مرتكز ومدار بقاء الحكم وبقائها في السلطة هي مدى ولائها لقوى الغرب وللمحور الصهيوني بالأساس. اليوم لو ترى الاستقبال الذي قام به الرئيس الفرنسي على سبيل الذكر للرئيس السيسي هذا الانقلابي، سوف تعلم مدى وثاقة العلاقة بين هذه الأنظمة الانقلابية، وأنا أتكلم على النظام الفرنسي تحديدا، لأن يد فرنسا اليوم في تخريب ثورة تونس هي اليد الطولة إلى جانب الإمارات، وكلاهما يشتغل على نفس الأهداف اللي هي عودة منظومة الاستبداد، لأنها سوف تسمح بإسكات صوت الحر للشعب. اليوم أنا أتكلم باسم كتلة ائتلاف الكرامة داخل البرلمان التي تمثل في تقديري امتداد للثورة التونسية. أنا أحد شباب الثورة الذين تم قمعهم حينما طالبوا بنصرة القضية الفلسطينية، فهذا محل اتفاق ولا نزاع فيه أن الأنظمة الاستبدادية تقف وراءها كل قوى الثورة المضادة وعلى رأسهم الإمارات كما ذكر ضيفك الكريم، ولكن احنا في تونس أو في المغرب القوى الفرنسية حاضرة بقوة، سواء من خلال الإعلام أو سواء من خلال ضغط السفارات. الخطوة التي أخذناها في ائتلاف الكرامة بهذه اللائحة هي خطوة استباقية، لأننا نعلم يقينا أنه قد يمارس ضغط على السلطة التنفيذية نحو ممكن على استحياء، مش على غرار المغرب، على استحياء أن يكون هنالك شبه بوادر للتطبيع. فكخطوة استباقية نريد أن نقطع كل الطرق، لأنه هذه مهين جدا في حق كل الشعوب الحرة وفي حق ثورة تونس هي آكد، لأن ثورة تونس هي الأمل الوحيد الذي بقي للشعوب العربية للانعتاق من هذه الأنظمة التي لا تمثلهم. وأنا هنا فرصة باش نأكد أن نظرتنا في تونس هي نظرة احترام لكل الشعوب العربية سواء في المغرب أو في السودان الحر، لأنه القطيعة التامة بين الشعوب والأنظمة. جيد دكتور محمد العفاس من تونس الخضراء، من تونس الأمل، شكرا جزيلا لك، شكرا على مشاركتك، شكرا على حضورك معنا. دكتور محمد العفاس النائب عن ائتلاف الكرامة من تونس، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.